بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الاعزاء اشاق علم الميديكال مايكروبيولوجي، هبدا اتكلم معاكم النهارده عن شويه تيستات احنا بنعملها عشان نقدر نعرف بيها اذا كانت دي بكتيريا جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف. هشرح لكم النهارده الجرام بوزيتيف بكتيريا ونتكلم عن التيستات بتاعتها. بالنسبه للجرام بوزيتيف بكتيريا، انتوا عارفين ان في منها نوعين، كوكاي يعني شكلها مدور، وباسيلا يعني شكلها عصوي الشكل تحت الميكروسكوب. لان واحد من التيستات اللي انا بعملها ان انا ببدأ أصبغ البكتيريا، بعمل سلايد وبصبغها وبشوفها تحت الميكروسكوب. الكوكاي طبعا تعرفين ان في اثنين هنتكلم عنهم، الاستافيلوكوكاس اوريوس او الاستافيلوكوكاي والستريبتوكوكاي. هنتكلم النهارده عن اول واحده اللي هي الاستافيلوكوكاي. عامه الاستافيلوكوكاي في منها ثلاث سلالات. السلاله اللي هي بتسبب امراض للانسان هي دايما الاستافيلوكوكاس اوريوس اللي بتحب تعيش في الاماكن المويست. اما الاستافيلوكوكاس ابيدرمايدس والاستافيلوكوكاس سابروفيتيكاس فدول بيعيشوا في الاماكن الدرايد. تعالوا نشوف الكلام ده. بقول ان الاستافيلوكوكاس ابيدرمايدس والاستافيلوكوكاس اوريس الاثنين مايكروفلورا يعني كومنسال، يعني عايشين في جسمنا ما بيسبب لناش اي امراض للناس اللي هي هيلسي، بس ممكن يعملوا امراض للناس اللي هي الاميونو كومبرومايزد لان هي نوع من انواع الاوبورتونستيك باثوجين. الاستافيلوكوكاس ابيدرمايدس والاستافيلوكوكاس اوريوس الاثنين نورمال مايكروبيوتا اوف ذا سكن. الاوريوس بتبقى موجوده دايما في المويست انفايرمنت، هي دي اللي تهمني، والابيدرمايدس بتبقى موجوده في الدرايد اريا اوف ذا سكن. الابيدرمايدس نادرا لما تبقى باثوجينيك، ولكن الاوريوس بتبقى باثوجينيك. وايدلي نون اتروبلسوم اوبورتونستيك باثوجين، اهو سميناها اوبورتونستيك او كائن انتهازي، يعني هيسبب مرض في الناس اللي هي بتكون الجهاز المناعي بتاعها قليل. حوالي 60% من الناس اصلا بيبقوا كارير للاستافيلوكوكاس ايه؟ للاستافيلوكوكاس اوريوس. انا اللي يهمني في السلايد دي ان الاستافيلوكوكاس ابيدرمايدس والاستافيلوكوكاس اوريوس الاثنين نورمال مايكروبيوتا، وتعرفوا لي ان الاستافيلوكوكاس اوريوس بتيجي في المناطق المويست، اما الاستافيلوكوكاس ابيدرمايدس بتبقى موجوده في المناطق الدراي، وان حوالي 60% من الناس بيبقوا ترانزينت كارير لمين؟ للاستافيلوكوكاس اوريوس، وحوالي 40% من الناس بتبقى بيرمننتلي، يعني دي ترانزينت يعني مؤقته، انما 40% بيبقوا بيرمننت يعني بيبقوا موجود عليهم البكتيريا باستمرار. الاستافيلوكوكاس كجرام بوزيتيف اقدر افرق ما بينها وما بين كل انواع الجرام بوزيتيف الثانيه، انها كاتاليز بوزيتيف بتنتج انزيم اسمه الكاتاليز، وانها هالو توليرانت. يعني ايه هالو توليرانت؟ يعني بتقدر تعيش في تركيزات عاليه من الملح توصل لغايه 7.5%. اهو ذا ابيليتي تو جرو اون هاي سولت ميديا اسمها هالو توليرانت، وانها بتطلع انزيم الكاتاليز. ولكن طيب ده عشان افرق الاستافيلوكوكاس جينس، يعني الاستافيلوكوكاس اوريوس والاستافيلوكوكاس ابيدرمايدس عن بقيه الجرام بوزيتيف بكتيريا. ولكن افرق بقى ما بين انواع الاستافيلوكوكاس اللي هما الاثنين بقى عن بعض ازاي، في تيستات كتيره جدا هنبدا نستخدمها، بس اشهرها الكواجوليز تيست، الدي ان ايز تيست، الفوسفاتيز تيست، البيجمنت برودكشن على النيوترينت ايه اجار، وده كلام هنشوفه كله دلوقتي. الاستافيلوكوكاس سبيشيز بقى بقدر افرقهم عن بعض على اساس هل بتقدر تخمر المانيتول ولا لا على المانيتول سولت اجار. هل بتموت بمضاد حيوي اسمه النوفو بايوسين ولا لا؟ هل هي بتنتج هيدروليتيك انزيم اللي هو الدي ان ايز والفوسفاتيز، والدي ان ايز ده هو بيكسر الدي ان اي، هل بتطلع انزيم الكواجوليز ولا لا؟ لو جينا نشوف في الاول، اول تيست احنا بنعمله يا جماعه ان انا بشوف الميكروسكوبيكال كاركتر بتاعتها، هلاقي ان هم كلهم جرام بوزيتيف، بتبقى مترتبه في شكل كلاستر، يعني كلاستر اوف جريبس، يعني شكل على ايد الايه، على ايد العنب. وبلاقي ان هي طبعا نون سبور فورمينج، بتبقى ما بتتحركش، وعاده بتبقى ميزوفيل. ميزوفيل يعني بتحب تعيش في درجات الحراره المتوسطه، درجه حراره الجسم الايه الانساني. They are gram positive cocci، يبقى مدوره، بتبقى موجوده على هيئه الريجولار كلاستر او سفيريكال سيلز، وهي ميزوفيلك، فهمنا يعني ايه كلمه ميزوفيل. نون سبور فورمينج، نون موتايل ما بتتحركش، نون كابسوليتد، ودي غلطه، هي بيبقى عندها كبسول. ده طبعا شكلها تحت الميكروسكوب جرام بوزيتيف، بنلاقي انها متجمعه مع بعض على هيئه كلاستر اوف جريبس او شكل عناقيد العنب. ده متكبره اكتر، شكلها طبعا كوكاي اهي، واخده لون فايوليت لما صبغتها بالجرام ستين.
لو جينا نشوف الكالتشر كاركترستيك، لو جيت ازرعها على نيوترينت اجار هلاقي ان انا عندي نوعين اتنين من البكتيريا، ولا لقيتها بتديني بيجمنت لونها اصفر او بيجمنت لونها او كولنس لونها ابيض. اللي بتكون بيجمنت لونها اصفر دي الاستافيلوكوكس اورياس، اما اللي بتكون بيجمنت لونها ابيض هي الاستافيلوكوكس سابروفيتيكس او الاستافيلوكوكس ابي درمايدس، وده على اساس قدره البكتيريا على انها تطلع صوغه اسمها الاستافيلو زانسين. الاستافيلو ايه؟ زانسين. ودي عباره عن صبغه ووتر انسولابل او ما بتدوبش في الايه الميه، وبتخلي الكولوني يبقى لونها ايه اصفر. والبيجمنت دي على فكره واحده من الفيرولنس فاكتور اللي هي بتساعد البكتيريا على انها تسبب المرض عن طريق انها تعمل كانتي اوكسيدنت، بيساعد ان الميكروب، انتوا عارفين ان احنا لما بيهجم الميكروب جوه جسمنا كرات الدم البيضاء بتبدا تنتج كميه كبيره جدا من H2O2 عشان تعمل له حاجه اسمها الاوكسيداتيف كيلينج، تموته. فهو بقى البكتيريا اللي هتقدر تكون الاستافيلوزانسين بتعمل كأنتي أوكسيدنت، وبالتالي هتتغلب على الفري راديكال أو الرياكتيف أوكسجين إيه سبيشيز، وبالتالي تتغلب على الإميون سيستم بتاع الإنسان. فبقول بزرعها على نيوترينت أجار، بشوف اسمه البيجمنتيشن تيست، بشوف هل هي بتقدر تكون الووتر انسولابل داي اللي اسمها الاستافيلوزانسين، ودي طبعا صبغه لونها اصفر او جولدن كالرد ايه بيجمنت. البيجمنت دي بتبقى واحده من الفيرولنس فاكتور، بتعمل كانتي اوكسيدنت، بتحمي ضد الاميون سيستم اللي كان كون لي مجموعه من الرياكتيف اوكسجين ايه سبيشيز. مين بقى هعرف ازاي؟ اتفقت معاكم ان بكتيريا الاستافيلوكوكس اورياس، يعني لما بنيجي نزرعها على النيوترينت اجار بلاقي ان البكتيريا بتاعت اهو، لو حبيت ارسم لكم الطبق هتلاقوا ان احنا جايبين طبق وحاطين عليه نيوترينت اجار، هلاقي فيه كولنس لونها اصفر يبقى دي الاستافيلوكوكس اورياس، وكولنس ثانيه لونها ابيض يبقى دي الاستافيلوكوكس اورياس استافيلوكوكس قصدي ايبيدرمايدس او استافيلوكوكس سابروفيتيكس. يبقى احنا شفنا الميكروسكوبيكال كاركتر، شفنا كمان ان انا بزرعها على نيوترينت اجار. بعد كده هبدا ازرعها على المانيتول سولت اجار. المانيتول سولت اجار دي واحده من الميديا اللي بنقول عليها سيلكتيف وديفرنشال. واي سيلكتيف اند واي ديفرنشال؟ هي سيلكتيف عشان موجود فيها 7.5% ان اي سي ال، وده لا يسمح بنمو اي جرام بوزيتيف بكتيريا اخرى، لان البكتيريا الوحيده الهالو توليرانت هي الاستافيلوكوكاي. فبنقول هي سيلكتيف، بتحتوي على 7.5% ان اي سي ال اللي هو سيلكت الاورجانيزم اللي بيبقى هالو توليرانت، يعني بيقدر يقاوم الاملاح العاليه. الميديا كمان بتحتوي على ماده اسمها المانيتول، هتبقى ديفرنشال اهو، اللي هيقدر يخ... وماده كمان اسمها الميثايل اسمها الميثايل ريد، فعلا الميثايل ايه ريد ده كانديكيتور. فبنلاقي اهو ان انا لا فينول ريد سوري فينول ريد فينول ريد ايه انديكيتور. هقول تاني، يبقى بيبقى موجود فيها، يبقى هي ليه سيلكتيف؟ عشان موجود فيها 7.5% ملح فهتسمح بنمو البكتيريا بس. طب ليه هي ديفرنشال؟ عشان موجود فيها مانيتول وموجود فيها ماده كمان اسمها الفينول ايه ريد. ماده الفينول ريد دي يا جماعه بيبقى لونها اصفر في الاسيديك ميديا وبيبقى لونها احمر في الالكلاين ميديا. فلو هي بتقدر تخمر المانيتول هيطلع منه اسيدز، الاسيدز دي تلون الفينول ريد بلون اصفر. مين بقى اللي بتقدر تعمل كده؟ الاستافيلوكوكس اورياس، ولكن الابيدرمايدس والسابروفيتيكس الاثنين بيكونوا نون مانيتول فيرمنتور، ما بيخمروش الايه المانيتول، بس بيقدروا ينموا على المانيتول سولت اجار لان هما بيقدروا ينموا في 7.5% ان اي سي ال. فبنقول تاني اهو المانيتول سولت اجار سيلكتيف. ليه سيلكتيف؟ اما اجي اسالك ليه هو سيلكتيف تقول لي عشان موجود 7.5% ان اي سي ال، فهيساعد على انه يعمل سيلكشن للهالو توليرانت اللي هي البكتيريا المقاومه للاملاح. الميديا كمان ليه هي ديفرنشال؟ عشان هي موجود فيها المانيتول وفينول ايه ريد، وبالتالي بيساعد على ان هو يقسم لي الكائنات الى نوعين، مانيتول فيرمنتور ونون مانيتول فيرمنتور. لو هي مانيتول فيرمنتور هيطلع احماض، الاحماض دي هتغير لون الفينول ريد الى اللون الاصفر، اهو الفينول ريد بي اتش انديكيتور، فتخليه يلو ان ايه ان كلر. تعالوا نشوف، ادي المانيتول سولت اجار دي لو مزروع عليها الاستافيلوكوكس ايبيدرمايدس او مزروع عليها الاستافيلوكوكس سابروفيتيكس، وهنا دي الاستافيلوكوكس اورياس. الاستافيلوكوكس اورياس هي مانيتول فيرمنتور فطلعت اسيدز، الاسيدز دي اتفاعلت مع الفينول ريد حولت لونه من اللون الريد الى اللون اليلو، لان احنا قلنا هو بيبقى لونه يلو في الاسيديك ايه ميديا. اما الاستافيلوكوكس ايبيدرمايدس او الاستافيلوكوكس سابروفيتيكس الاثنين بيعملوا كولونس لونها ابيض وما بيخمروش المانيتول، وبالتالي ما فيش الهالو او ما فيش اللون الاصفر اللي بيطلع.
من ضمن التستات اللي احنا بنعملها، بس ده عشان ده مع الكل بوزيتيف، يعني مع كل اللي استفيدوا كوكاي بيبقى بوزيتيف، تيست اسمه الكاتاليز تيست. ايه الكاتاليز ده؟ الكاتاليز ده يا جماعه عباره عن انزيم بيساعد البكتيريا انها تتخلص من ماده ال H2O2. بتاخد جزيئين اتنين من ماده ال H2O2 بانزيم الكاتاليز، تحوله لجزيئين اتنين ميه، ويطلع اكسجين بابلز، يتصاعد الاكسجين، فده بيعمل كبابلز. طب التيست هعمله ازاي؟ التيست بكل بساطه هعمله كالاتي، يا اما بعمله على سلايد، يا اما بعمله على تيوب، يا اما بعمله على طبق، اي حاجه. المهم ان انا هجيب الكولوني بتاع البكتيريا مثلا، اهو هجيب الكولوني بتاع البكتيريا، واقوم جاي حاطط عليها هيدروجين بيروكسيد. طبعا دي ستافيلوكوكس اوريس، لو انتم ملاحظين هي عامله بيجمنت لونها اصفر اهي، لو كبرنا الطبق هتلاقوا انها بيجمنت لونها ايه، اصفر. ولما حطيت عليها ال H2O2 راح جاي مطلع لي بابلز او فقاعات يدل على ان في انزيم الكاتاليز. ده انا كنت عامله على طبق، هنا انا عامله على شريحه. جبت ال H2O2 وقمت جاي واخد شويه من البكتيريا، حته من الكولوني بتاع البكتيريا، وخلطتها معاه. لو عمل بابلز بالشكل ده يبقى هي كاتاليز بوزيتيف، هنا تبقى كاتاليز نيجاتيف. مين بقى اللي كاتاليز بوزيتيف؟ الاستافيلوكوكاي كلها كاتاليز بوزيتيف، والستريبتوكوكاي بتبقى كاتاليز نيجاتيف، وبقيه الجرام بوزيتيف كلها بتبقى كاتاليز نيجاتيف. فبنقول الكاتاليز تيست، ايه الكاتاليز ده؟ ده انزيم موجود في معظم البكتيريا وبيمنع تراكم التوكسيك ليفل بتاع الهيدروجين ايه؟ بيروكسيد، عن طريق ان هو بيكسر الهيدروجين بيروكسيد الى ميه واكسجين. الهيدروجين بيروكسيد ده توكسيك للخليه، انزيم الكاتاليز بيكسره قلنا بيحوله الى ميه وايه واكسجين. بعرفه عن طريق ان انا بعمل اناليسس على طول على المزرعه بتاعه البكتيريا، قلنا ان هو ممكن يتم على طبق او يتم في سلايد. الرابيد برودكشن بتاع البابلز اهو، لو كون بابلز يبقى دي او ايفرفيسنس فوران، يبقى معنى كده الناس تفيلو كوكاس اوريا، يبقى دي استفيلو كوكاي سترينز. انتربريتد اترجمه على طول على ان هو بوزيتيف ايه تيست، يعني انزيم الكاتاليز. اما لو ما طلعش يدل على ان هو مين، ان هو نيجاتيف، يعني اذر بوزيتيف جرام بوزيتيف كوكاي اللي هي بتبقى الستريبتو كوكاي. من ضمن التستات اللي احنا بنعملها برضو الكواجوليز تيست، بس ده بيقدر يفرق لي بقى ما بين الاستافيلوكوكس اوريس والاستافيلوكوكس ابيدرمايدس. ايه انزيم الكواجوليز؟ انزيم الكواجوليز ده يا جماعه عباره عن انزيم بيساعد على تكون، بيعمل كواجوليشن حوالين البكتيريا، يخلي البكتيريا تبقى كواجوليتد. في سنه من السنين جيت سالتهم ليه يا جماعه الاصابات بالاستافيلوكوكس اوريس بتبقى لوكالايزد، ليه عاده بتبقى لوكالايزد ما بتعملش ديفيوز، على الرغم انها بتعمل ديفيوز، وهقول لكم ليه. عشان هي لما بتدخل بتطلع انزيم الكواجوليز، فبتعمل حواليها بلاد كلوت، بتعمل حواليها تجلط للايه، للدم، فتيجي تروح ناحيتها كرات الدم البيضاء. فجيت سالتهم برضو في سنه من السنين، قلت لهم مين الانتي فاجوسايتوتيك انزيم، مين الانزيم اللي بيمنع عمليه الفاجوسايتوزس؟ هو انزيم الكواجوليز. انما لو جيت قلت لهم مين الاستراكشر اللي بيمنع عمليه الفاجوسايتوزس، فهي الكبسول. الكواجوليز تيست بقول اهو ان الكواجوليز تيست بيساعد على ان انا افرق الاستافيلوكوكس اوريس لانها كواجوليز بوزيتيف، عن الاستافيلوكوكس ابيدرمايدس او بقيه انواع الاستافيلوكوكاي لانه كلها بتبقى كواجوليز ايه نيجاتيف. الانزيم الكواجوليز ده بيشتغل على الهوست تيشو، بيحول الفايبرينوجين الى فايبرين، وبيعمل كلوت حوالين الايه، حوالين البكتيريا، سراوند البكتيريال سيل، وبالتالي يحمي الاورجانيزم من الفاجوسايتوزس او عمليه الايه، الابتلاع. تمام؟ طيب بنعمله ازاي؟ سهل قوي، بنجيب سيتريتد بلاد واحط فيه البكتيريا في الكواجوليز تيوب تيست. انا عندي نوعين اتنين من الكواجوليز على فكره، واحد ماسك على سطح البكتيريا فبنسميه باوند، وفي واحد بيبقى فري طالع من البكتيريا كده فبسميه الايه، الفري. المهم بجيب سسبنشن من التيست اورجانيزم وبحطه في سيتريتد بلازما، وبحقنه، ببدا افحصها بيريوديكالي على اساس ان انا بحطها عند لمده 4 ساعات، وبعدين بقلب الانبوبه. لو لقيت ان الكون تجلط يبقى هي كواجوليز بوزيتيف، اما لو لقيت الانبوبه وقعت او البلازما اللي انا حاططها دي وقعت يبقى هي كواجوليز نيجاتيف. فبقول اهو اكزامين فور فايبرين فورميشن او الكواجوليشن، الكلوت فورميشن في خلال 4 ساعات يبقى ده نقول عليه بوزيتيف، ويبقى ده يدل على انها ستافيلوكوكس اوريس، وانها كمان ايه، انها فايرولنت يعني بتسبب المرض. اما غياب الكواجوليشن بعد 24 ساعه من بعد 24 ساعه من الانكوبيشن بيبقى نيجاتيف ايه ريزلت، وده يدل على انها نون فايرولنت سترين، نون فايرولنت ايه سترين. طبعا دي مكتوبه غلط، دي
افيرولنت. افيرولنت كلمه واحده مع بعض، افيرولنت او نون فيرولنت يعني ما بتسببش الايه، ما بتسببش المرض. عندي اثنين فيرجن من الكوجوليس تيست، قلنا يا اما تيوب تيست او سلايد تيست. عشان اعمل التيوب تيست كنت بعمل ايه، قلت ان انا بجيب ستريتد بلازما، يعني البلازما بتاعت الدم، وبحط عليها ستريت عشان يمنع التجلط بتاع البلازما. وبعدين بعد كده بقوم جاي، طبعا البلازما بجيبها ازاي، بجيب الدم وبعدين بقوم جاي اعمل له ايه، اعمل له سنتريفيوجيشن، فبيتبقى لي سائل فوق كده اسمه الايه البلازما. باخد انا البلازما دي واقوم جاي حاطط عليها ستريت او ستريك اسيد عشان يمنع التجلط بتاعها، وبعدين اقوم جاي حاطط عليها البكتيريا اللي انا عايز اختبرها، واسيبها لمده 4 ساعات عند 37 درجه سيلي زي اهو، عند 37 درجه سيلي زي لمده 4 ايه 4 ساعات. وبعدين اجي اقلب الانبوبه بعد 4 ساعات، لقيت البلازما دي وقعت يبقى معنى كده انها نيجاتيف، لقيت البلازما دي اتجلطت وعملت كلوت فوق كده يبقى هي بوزيتيف، يبقى هي الاستافيلوكوكس اي اوريس وفايرولنت كمان. فبقول اهو بجيب التست تيوب الاستافيلوكوكس اوريس بحقنها في انبوبه من الستريتد بلازما وبحطها عن 37 درجه سيلزيه لمده 4 ساعات، وبيريوديكالي اكزامند هل اتكون فايبرين او كواجوليشن ولا لا. لو الكلوت اتكون يبقى معنى كده في خلال 4 اور يبقى دي بوزيتيف، ويبقى دي استافيلوكوكس اوريس وفايرولنت يعني بتسبب الايه، بتسبب المرض. في تيست تاني اسمه فوسفاتيز تيست، بس احنا ما بنعملوش بصراحه. الفوسفاتيز تيست ده يا جماعه احنا بنبقى حاطين ماده اسمها، بجيب كده ميديا وبحط فيها ماده اسمها الفينولفسالين داي فوسفيد، فينولفسالين داي فوسفيد ده بيبقى ماده كلرليس، يعني اذا الميديا دي هتبقى كلرليس، واقوم جاي عامل كروس عليه او ازرع البكتيريا عليه واشوف اذا كانت هي بتطلع انزيم الفوسفاتيز ولا لا. طبعا بقول انا حاطط ايه، انا حاطط فينولفسالين داي فوسفيد ده كلرليس، لو هي بتطلع انزيم الفوسفاتيز هتكسر الفوسفيد ده وتطلع الاثنين فوسفور منه، فيديني الفينولفسالين اللي هو بيبقى ليه لون، بيبقى ليه ايه لون بيبقى لونه ريد في الاسيديك ايه ميديوم. فبقوله بشوف اذا كانت هي بتطلع انزيم الفوسفاتيز انزيم ولا لا، وده بيعتمد على انطلاق الفينولفسالين من الفينولفسالين داي فوسفيد اللي انا حاطه في الاجار. والسبستريت هي اساسا في الاول الفينولفسالين داي فوسفيد ده بيبقى كلرليس، ولكن لما الاورجانيزم بيطلع انزيم الفوسفاتيز بيطلع ماده الفينولفسالين اللي بيبقى لونها ريد في الالكالاين ايه بي اتش. التست ده برضو يقدر يفرق لي الاستافيلوكوكس سبيشيز، الاستافيلوكوكس اوريس بتبقى فوسفاتيز بوزيتيف وبقيه الاستافيلوكوكاي بتبقى فوسفاتيز نيجاتيف. هنا طبعا اهو بقول ان طبعا البكتيريا هنا بقى لونها احمر او الميديا بقى لونها احمر ليه؟ الفينولفسالين فوسفين اجار، انا حاطط فيها فينولفسالين داي فوسفيد اللي كان كلرليس اتحول للون الاحمر نتيجه الفوسفاتيز اللي راح جاي مطلع ماده الفينول ايه فسالين اللي بتدي بينك كلر او لون احمر لما تبقى في الالكالاين ميديوم. خلي بالكو في الالكالاين ايه ميديوم اهو في الالكالاين بي اتش، وعشان كده انا جبت الطبق وعرضته لبخار امونيا او امونيا فيبر، اهو عرضته لامونيا فيبر عشان يبقى الوسط ايه الكالاين، بس احنا ما بنعملش الاختبار ده قوي. الجيلاتين ليكويفاكشن تيست، يعني ايه الاول كلمه جيلاتين؟ الجيلاتين ده يا جماعه عباره عن بروتين، لما بنجيب الكولاجين من الجلد ومن العظم بتاع الحيوانات وبنبدا نعمل له شبه هيدروليسيس بيتحول الى ماده اسمها الجيلاتين. مش مهم، عندي بعض انواع من البكتيريا بتبدا تاكل الجيلاتين ده وبتستخدمه كماده غذائيه، فبتقدر تكسر الجيلاتين عن طريق انزيم اسمه الجيلاتينيز، عن طريق انزيم اسمه الايه الجيلاتينيز. فانا بشوف هل البكتيريا بتقدر تكسر الجيلاتين ولا لا، ازاي؟ هقوم جاي حاططها في ميديا موجود فيها جيلاتين واسيبها فتره من الوقت، لو واقلب الانبوبه لو لقيت الجيلاتين ليكويفايد يبقى معنى كده ان هو اتكسر، لو لقيته لسه متجمد كده يبقى معنى دي كده بنقول عليها جيلاتينيز بوزيتيف، دي جيلاتينيز نيجاتيف. نقرا بقول اهو ان لما بنغلي الكلام ده مش مهم، لما بنغلي لما بويلد ان ووتر الكونكتيف تيشو او الكولاجين بيتحول لماده اسمها الايه الجيلاتين، وهو بيبقى عباره عن بولي بيبتايد، وبعض البكتيريا بتقدر تكسر الجيلاتين ده وتاخده كغذاء ليها عن طريق انزيم اسمه الجيلاتينيز. الامينو اسيدز دي الاورجانيزم بيستخدمه كايه او البكتيريا بتستخدمه كغذاء. عشان الهيدرولايز جيلاتين ما بيقدرش يعمل جل، يعني ما بيقدرش يعمل كلوتينج، بيتحول الى ايه الى ليكويد، وبالتالي قدره البكتيريا انها تكسر الجيلاتين برضه امبورتنت كاركترايزيشن في ان انا اقدر افرق. على سبيل المثال الاستافيلوكوكس اوريس دي بتبقى فاست جيلاتين ليكويفاير،
اما النون باثوجينيك ستافيلوكوكس ابيدرمايدس بتبقى سلو او تقريبا ما بتعملش ايه، ما بتعملش ليكويفاكشن في خلال الفتره اللي انا بختبر فيها التست. دي رابيد جيلاتين ليكويفاير لستافيلوكوكس اوريس، ودي نون جيلاتين او سلو جيلاتين ليكويفاير اللي هي مين، اللي هي الستافيلوكوكس ابيدرمايدس. انزيم الدي ان ايز، ايه انزيم الدي ان ايز ده بقى كمان؟ ده طبعا انزيم بيقدر يكسر الدي ان ايه، بزرعه على ميديا موجود فيها دي ان ايه واجار، حلو قوي. وبعدين اقوم جاي زارع البكتيريا، البكتيريا لو بتطلع انزيم الدي ان ايز هتقوم جاي مكسره الدي ان ايه اللي موجود حواليها، كلام جميل. طب اكتشف ازاي اذا كانت هي كسرت الدي ان ايه؟ بحط انديكيتور، الانديكيتور ده بيبقى عباره عن اتش سي ال، الاتش سي ال يؤدي الى ترسب اي دي ان ايه موجود ويعمل توربيديتي او عقاره كده، والبكتيريا تبين نفسها اللي هي بتبقى دي ان ايز بروديوسر، تبين نفسها ان حواليها منطقه شفافه بنقول عليها الهالو، منطقه شفافه بنقول عليها الايه الهالو. فبنقول انزيم الدي اوكسي ريبونيوكليز او الدي ان ايز، على فكره الاستافيلوكوكس اوريس دي ان ايز بوزيتيف، اما الاستافيلوكوكس ابيدرمايدس والسابروفيتيكاس بيبقوا دي ان ايز نيجاتيف. عاده الكواجوليز بوزيتيف استافيلوكوكاي بتنتج هيدروليتيك انزيم اسمه دي ان ايز، اللي هو بقدر ريكونفيرم ان دي ستافيلوكوكس اي اوريس. التست اورجانيزم بنميه على اجار ميديوم بتحتوي على دي ان ايه واعمل له انكيوبيشن، لو هي بتطلع انزيم الدي ان ايز هيقوم جاي مكسر الدي ان ايه، احط بعد كده واحد نورمال اتش سي ال. جيت في سنه من السنين سالت ايه فايده الاتش سي ال ده، فكل اللي مطلوب ان انت تقول لي ان هو انديكيتور. الدي ان ايز بوزيتيف بكالتشر اللي هي بتقدر تكسر الدي ان ايه هنلاقي ان حواليها ترانسليوسنس او حته شفافه بنسميها الايه الهالو، بنسميها الهالو، هوريها لكم دلوقتي حالا. طيب لو ما فيش الهالو ده يدل على ان هي ما بتكسرش او دي ان ايز نيجاتيف، يعني هي الستافيلوكوكس ابيدرمايدس از انديكيتيف اوف نيجاتيف ريزلت، وعدم قدره الاورجانيزم ان هو يطلع انزيم الدي ان ايز. بعض الميكروب بتقدر تستخدم، طب ليه هي بتطلع انزيم الدي ان ايز؟ عشان هي بتقدر تاكل الدي ان اي وتستخدمه كنيوترينت او كغذاء ليها. ادي الدي ان ايز تيست، بصوا انا حاطط هنا بقى اتش سي ال راح جاي معكر الطبق كله لانه رسب الدي ان اي، ولكن هنا حواليها منطقه هالو اهي، دي عشان هي ايه بوزيتيف، يعني دي دي ان ايز بروديوسر. الطريقه هو ان انا بعمل برضو بعمل كروس انيكوليشن على سطح دي ان اي كونتيننج اجار بليت، بسيبه عند 28 درجه سلزيه لمده اسبوع، بعد كده بحط واحد نورمال اتش سي ال على سطح الطبق، الاسيد ده بيدمر وبيرسب اي دي ان اي كان لسه سليم، وبالتالي so where the reaction is positive هلاقي ان ال DNA كان متكسر حوالين الايه البكتيريا، وبالتالي بتظهر منطقه translucent zone او clear zone حوالين الانوكوليتد ايه بكتيريا. والتست ده اقول عليه نيجاتيف لو مفيش الهالو او مفيش الكلير ايه زون. الكربوهيدرات فيرمنتيشن، الحقيقه احنا بنعمل الكربوهيدرات فيرمنتيشن على ميديا اسمها الميثايل ريد ميديوم، ولكن ساعات برضو بنعمله على ميديا تانية اسمها الاكسيداتيف فيرمنتاتيف ميديوم او الاكسيديشن فيرمنتيشن اي ميديوم. عايز اعرفكم ان الاكسيديشن يعني الاورجانيزم هيعمل اكسده ويطلع ثاني اكسيد الكربون وميه، اما الفيرمنتي بيتطلب وجود اكسجين لانها بتتم في ظروف ايروبيك. اما لو الاورجانيزم فيرمنتيتيف يعني بيقدر يعيش في غياب الايه الاكسجين. طب انا هعمل التست ده ازاي؟ هجيب ميديا هيبقى موجود فيها اجار وموجود فيها موجود فيها كمان مين؟ موجود فيها بعض البيبتونز اللي هي الاحماض الايه الامينيه، وموجود فيها شجر واحد اسمه الجلوكوز. وهخلي مره الميديا دي احط على سطحها مينرال اويل، وميديا تانية مش هحط على سطحها المينرال اويل، دي طبعا هتبقى الظروف فيها انيروبيك انما الظروف هنا هتبقى ايروبيك. وهحط البكتيريا واحط انديكيتور اللي هو بيبقى البروموكريزول بلو، اللي بيبقى بروموكريزول بلو او الميثايل ريد، لو هو بقى اسمه ميثايل ريد فانا ببقى حاطط الميثايل ريد انديكيتور. طيب البروموكريزول بلو لو هي عملت فيرمنتيشن هتطلع اسيد، انا عايز اقول لكم ان احنا ساعات كمان بنحط انبوبه كده اسمها ديرهام تيوب عشان اشوف هل هي بتطلع جازس ولا لا. خلينا في التست اللي هنا، انا جبت الميديا، الميديا دي موجود فيها ايه اسمها اوكسيداتيف فيرمنتاتيف ميديوم، موجود فيها بيبتون كامينو اسيد، موجود فيها شوجر واحد اللي هو الجلوكوز، موجود فيها البروموكريزول بلو كانديكيتور، جزء انبوبه بغطيها بمينرال اويل عشان تبقى الظروف فيها انيروبيك،
وأنبوبة تانية بخليها متعرضة للهواء. وببص بقى لو لقيت لون البروموكريزول بلو اتحول إلى لون ريد، يبقى معنى كده اتحول من بيربل إلى يلو، على ما أظن بيتحول من بيربل إلى إيه؟ بيتحول من بيربل إلى إيه؟ إلى يلو. ده البروموكريزول بلو أو بيربل. تعالوا نشوف تاني. أنا دايما يا جماعة ما باجي أسأل في التستات دي بسأل مين اللي بيعمل أو إيه البوزيتيف وإيه الميديا مكوناتها إيه ومين الإنديكيتور اللي موجود وإيه فكرة إن اللون ظهر بالشكل ده. فتعالوا نشوف الكربوهيدرات فيرمنتيشن اللي هو الأوكسيديشن أند فيرمنتيشن إيه تيست. التست ده عشان أشوف هل هي بتقدر تستخدم الكربوهيدرات اللي هي الشجر اللي أنا حاطه ده اللي هو الشجر أو الشجرز، وهل بيتم الكلام ده أوكسيداتيف يعني في وجود الأكسجين يعني في الظروف الإيروبيك، ولا فيرمنتيتيف يعني بيتم في ظروف لا هوائيه. وده بيقدر يفرق لي البكتيريا اهي هل بتقدر متطلب اكسجين يعني هي ايروبيك، ولا فيرمنتيتيف يعني مش متطلبه ايه اكسجين. وطبعا لو ما الاستافيلوكوكاي عامه بتبقى فاكالتيتيف يعني تقدر تعيش في وجوده في غياب الاكسجين. اذا هبص الاقي انها بتعمل ايه في الانبوبه اللي انا كنت حاطط عليها زيت وفي الانبوبه الثانيه اللي انا مش حاطط عليها زيت، الاثنين هيتلونوا بلون اصفر نتيجه ان الحمض الشجر اللي انا حاطه حصل له اوكسيديشن او حصل له فيرمنتيشن فطلع لي اسيدز. الاسيدز دي لعبت في مين؟ لعبت مع البرومو كريزول بيربل او بلو، راح جاي محولها من اللون البيربل الى اللون اليلو. الكلينيكال از ان كلينيك از ا كلينيكال لابوراتوري ديترماين هاو ان اورجانيزم يوتيلايز سبستريت باي اوبزرفنج ويذر هل هي او بنلاحظ هل هي طلعت حمض اسيد برودكت ار برودوسد في وجود او ابسنس اوف اي اوف اوكسجين. في معظم الحالات وجود الحمض detected by change in pH indicator اللي انا بحطه في الميديا. الميديا اللي انا بستخدمها بقى اسمها oxidative fermentative medium، بنجيب الاختصارات دي مهمه قوي، ودي بيبقى موجود فيها تركيزات قليله جدا من البيبتون كاحماض امينيه مش مهمه، وسنجل كاربوهيدرات اسمه الايه اسمه الجلوكوز، والانديكيتور اللي انا حاطه بيبقى مين؟ بيبقى اهو البروموكريزول بيربل اللي بيتحول لونه من اللون البيربل الى اللون اليلو لما الكربوهيدرات يحصل لها ايه؟ يحصل لها فيرمنتيشن. واحد منهم في الانابيب دي هقوم جاي مغطيه بمينرال اويل عشان يعمل كبارير للاكسجين يعني الظروف فيها تبقى لا هوائيه، وواحد تاني هسيبه متعرض للاكسجين عادي يعني الظروف فيه هوائيه. عارفين في حاله الاستافيلوكوكاي سبيشيز الاثنين سواء دي او دي بيتحول اللون بتاعهم الى لون اصفر، وده يدل على انها عندها قدره اوكسيداتيف وفيرمنتيتيف، فبقول عليها انها فاكالتيتيف او اختياريه يعني تقدر تعيش في وجود غياب الاكسجين، وهي بتطلع اسيد نو جاز، بتطلع اسيد نو ايه نو جاز. وقلت لكم ان في حاجه كده بنحطها في الانبوبه اسمها الدورهام تيوب، هقولها لكم برضو في التستات القادمه ان شاء الله. لو في جاز ولا حاجه الجاز بيتجمع بيبقى في نقطه غاز متجمعه فوق، فهي طبعا لا مفيش الغاز ده. كده يا جماعه خلصنا التستات بتاعت الاستافيلوكوكاي. عايز بس اوريكم الاطباق بتاعت الاستافيلوكوكاي اللي عليكم وبعدين ندخل في حاجه تانية. نراجع مع بعض كده يا جماعه. تعالوا نشوف انزيم الكاتاليز تيست، طبعا مش باين قوي بس هو دي على ما اظن عامله رغاوي اهي، ودي مش عامله رغاوي، فدي بنقول عليها كاتاليز بوزيتيف ودي بنقول عليها كاتاليز نيجاتيف. الكاتاليز بوزيتيف ده طبعا يبقى استافيلوكوكاي، الكاتاليز نيجاتيف يبقى ستريبتوكوكاي. ده البلين بنقول عليها البلين مانيتول سولت اجار، طبعا دي اتفقنا مع بعض انها سيلكتيف اند ديفرنشال، وعرفنا يعني ايه كلمه سيلكتيف ويعني ايه ديفرنشال. ليه هي سيلكتيف؟ عشان وجود ال NaCl. ليه هي ديفرنشال؟ عشان وجود الفينول ريد ووجود مين كمان؟ وجود المانيتول. طبعا اتفقت معاكم ان لو الكولوني طالعه صفراء وعامله هالو لونها اصفر كده يبقى دي الاستافيلوكوكس اوريوس اللي موجوده على المانيتول سولت اجار، وهي طبعا مانيتول فيرمنتور. اسالك انا بقى ليه اللون الاصفر ده ظهر؟ اتعرف لي على الاورجانيزم ويقول لي ايه اللون الاصفر ده، فتقول لي الاورجانيزم ده هو عباره عن الاستافيلوكوكس اوريوس، وتقول لي ان اللون الاصفر ده ظهر عشان البكتيريا خمرت المانيتول فطلعت اسيد برودكت، الاسيد برودكت اتفاعلت مع الفينول ريد حولت لونه من اللون الاحمر او من اللون البينك الى اللون الاصفر. دي الاستافيلوكوكس ايبيدرمايدس على المانيتول سولت اجار.
اقول لك اتعرف لي تقول لي دي البكتيريا اللي هي الاستافيلوكوكس ابيدرمايدس، عامله كولونس لونها ابيض اهو، والمانيتول سولت اجار لونه ما اتغيرش. ليه؟ عشان هي نون مانيتول فيرمنتور، وبالتالي ما قدرتش تطلع اسيدك برودكت، واللون الفينول ريد ما اتغيرش، ده النابينج زي ما هو. ده طبعا الكازينيز تيست. ده الكواجوليز تيست. طبعا انا بقول لكم انا بقلب الانبوبه هلاقي واحده عامله كلوتينج والثانيه مش عامله ايه كلوتينج. اللي عامله كلوتينج دي بتبقى كواجوليز بوزيتيف، اللي مش عامله كلوتينج دي بتبقى كواجوليز نيجاتيف. وطبعا بقدر افرق مين الكواجوليز بوزيتيف اللي هي الاستافيلوكوكس اورياس، ومين الكواجوليز نيجاتيف الاستافيلوكوكس ابيدرمايدس. الجيلاتينيز تيست برضه هي بتقدر تكسر الجيلاتين، ده اللي احنا كنا بنقول عليه جيلاتين ليكويفاكشن تيست. بحط بجيب الانبوبه وبقلبها كده بلاقي انها ليكويد، بلاقي انها ايه ليكويد، يبقى ده اسمه الجيلاتينيز تيست بوزيتيف. وفي طبعا ببقى حاطط معاها الجيلاتينيز تيست ايه نيجاتيف عشان تعرفوا الفرق ما بين الاثنين. دي كده يا جماعه كانت التستات بتاعت الاستافيلوكوكس اورياس والاستافيلوكوكس ابيدرمايدس. طبعا في بعض الحاجات الثانيه اللي ممكن اسال فيها، يعني اجي اقول لك الفوسفاتيز تيست ده احنا بنختبره على ميديا ايه، وايه نوع الانديكيتور اللي انا بستخدمه. برضو اقول لك الدي ان اي تيست انا بستخدمه على ميديا ايه، وايه نوع الانديكيتور اللي انا بستخدمه. الفيرمنتيشن والاوكسيديشن فيرمنتيشن تيست بعمله على ميديا ايه، وايه نوع الانديكيتور اللي انا بستخدمه، واوصف لي او اشرح لي ايه اللي هيحصل مع الاستافيلوكوكاي. اشوفكم في فيديوهات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.